بايدن يقوم بتنفيذ حيلة دعائية عبر بث تسريبات بوجود خلاف جوهري مع نتنياهو حول حرب غزة، لكن الحقيقة غير ذلك. هذا ما خلص إليه تقرير نشره موقع ذا انترسبت حول تناقض مواقف بايدن تجاه نتنياهو بين العلن والخفاء. الموقع قال إن الرئيس الأمريكي يقوم بخداع ناخبيه، لا سيما الغاضبين من دعمه المطلق لإسرائيل، عبر الترويج للخلافات وعدم التوافق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول أوضاع حرب غزة بشكل عام والهجوم المحتمل على مدينة رفح. لكن الحقيقة تتمثل في المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لتل أبيب، إذ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إرسال مزيد من المساعدات العسكرية بقيمة 14 مليار دولار إلى إسرائيل حتى يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على الفلسطينيين في القطاع. وتجاهل بايدن المطالب العالمية بوقف إطلاق النار على سكان القطاع الذين يعانون حربا شرسة مع الجوع. الموقع أضاف أنه مع زيادة أعداد القتلى المدنيين في القطاع واقترابها من 30,000 شخص، بدأت إدارة بايدن تشعر بالقلق من التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لذلك بدأت في الترويج مؤخراً لصورة التعاطف مع الفلسطينيين والتأكيد على أنه يجب على نتنياهو أن يضمن سلامة المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة.